السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم عصير مودي ومنعش وصحي في نفس الوقت. كيف ما كتعرفوا حنا في هذه الاوضاع او في هذه الظروف محتاجين بزاف ديال الفيتامينات، لذلك انا اليوم ان شاء الله غنقدم لكم عصير ديال الحامض والكيوي والتفاح. كيف ما كتعرفوا الحامض كيحتوي على بزاف ديال الفيتامينات، وكذلك الكيوي حتى هو كيحتوي على بزاف ديال الفيتامينات، وكذلك كيقوي المناعه. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. نتعرفوا على المقادير، غنحتاجوا كيوي وحده وتفاحه وحده وحامضه وحده، وغنحتاجوا سكر سنيده على حسب الذوق 3 معالق كبار او 4 معالق كبار، وغنحتاجوا 3 الكيسان كبار ديال الماء. انا هنا خديت الكاس ديال الخلاط، ضفت عليه 3 كيسان ديال الماء، وهنا ضفت غير 2 معالق كبار ديال السكر السنيده، نتوما على حسب الذوق. وغناخد الحامضه اللي عندي، نقطع على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، ونضيفها على الماء، ومن بعد غادي نطحن هاد العناصر كامله مزيان، ومن بعد غادي نكملوا المراحل. بعد ما طحنت الحامض والماء مزيان، دابا غادي نضيفوا عليه التفاح والكيوي اللي نقينا وقطعناهم، ونعاودوا نطحنوا هاد العناصر مزيان، وصافي وغادي يكون جاهز للتقديم. هذا هو الشكل النهائي ديال العصير، كيجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو بارطاجيو مع العائله والاصدقاء، وما تنساوش تخليوا لي لايك وتعليق محفز. وبهذا الفيديو ديال اليوم كيوصل النهايه ديالو، نتلاقاو في فيديو اخر مع وصفه جديده، وخليتكم على خير مع ملتقى اخر ان شاء الله.